معك دكتور فهام أمينة، مديرة مستشفى موليوس في الدار البيضاء. دكتور أمينة فهام، مديرة مستشفى موليوس في الدار البيضاء. هانتوما كي تشوفوا دابا درنا هاد المستشفى ديال النهار، كيف كنسميوه بالفرنسية لوبيتال دو جوغ، باش نسهلوا المأمورية على الناس. يعني الحالات اللي كتخرج يعني إيجابية بوزيتيف كتجي عندنا هنا لوبيتال دو جوغ، كنشوفوا لي ليست ديالهم، كنعيطوا لهم، كنشوفهم واش تابعين لينا الكازا اون فاحيت. دابا كيف كتشوفوا في المغرب كله ولاو كاينين هاد المستشفيات النهار ديال لوبيتال دو جوغ اللي كيخدموا من واحد الوقت وتيسالي في واحد الوقت. كيجيو الناس كنشوفوهم، كنعرفوه راه بوزيتيف، كيدوز كنديروا له التحليلات ديالو اللي خاصينو، كيدير سماطيد القلب، كندخلوه المستشفى لداخل لوبيتال دو جوغ. كيدخل تما على ما كيخرج لينا الجواب ديال النتيجه ديال التحليلات وديال ديال القلب اللي درنا له. والا كان الحاله ديالو كتستوجب انه ياخذ الدواء ويمشي لدارو، كنعطيوه لو باك ديالو كيمشي يدير الدواء ديالو في دارو وكيكمل الكونفينمون ديالو في دارو. كانت الحاله ديالو يعني ما عندوش لي مويان دو كونفينمون في دارو، ما يمكنلوش يمشي للدار ديالو، كاين المستشفى الميداني، كيمشي للمستشفى الميداني الا كانت الصحه ديالو كتمكن له انه يكون في المستشفى الميداني. الا كانت الصحه ديالو يعني ما كتستلزمش ليه انه يكون في المستشفى الميداني، يعني كيكون مريض عنده سكر عنده ضغط الدم عنده القلب عنده شي حاله اللي ما كتسمحليش انه يكون في المستشفى الميداني، كندخلو عندنا لداخل لوبيتال بوغ لوسبيتاليزاسيون. وكيبقى كيدوز الفتره ديال الكونفينمون ديالو كيدوزها معنا هنا في لوبيتال حتى كيولي الصحه ديالو لاباس، عاد كيقدر يمشي للدار ديالو. وكاين بزاف ديال الحالات اللي دابا ولاو كيمشيو يديروا الكونفينمون في الدار ديالهم وكياخذوا الدواء ديالهم في البيوت ديالهم. والنصيحه للمواطنين اللي كنقولها وهو انهم يلتزموا بزاف، لانهم كون شافوا يجيو للمستشفى يشوفوا الحالات انهم كلهم خاصهم الاكسجين، حالات في العنايه المركزه، حالات في الانعاش، يعني خصنا نلتزموا ناخذوا المسافه بيناتنا، نديروا الكمامه، يعني ما نكونوش مجمعين بزاف، يكون داك التباعد بيناتنا، يعني ما نمشيوش لي زوندغوا ونتزاحموا فيهم. الواحد خصو يلتزم الحجر الصحي ديالو، الحجر الصحي ضروري علينا نلتزموا بهاد المسائل اللي زعما خصها تبعد علينا هاد الوباء. الى عجبك الفيديو خلي لنا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.